مرحبا، معكم روان صالح من فريق سمارت. بالفيديو الماضي عرفنا كيف نحل الـ assignment model لما يكون في حالة minimization، يعني لما أنا باجي بحكي عن table فيه values of time أو cost أو whatever. هلا خلينا نشوف الـ maximization case، اللي هي لما يكون مثلا أنا بحكي هون عن الـ efficiency rate. هلا أول خطوة باجي بعملها، واللي هي الفرق الوحيد بين الطريقة لما تكون في maximization عن المينيمايزيشن، اني بختار اعلى قيمة من كل القيم اللي بالجدول، اللي هي عندي بهذا الجدول 18. 18 هي اعلى قيمة بكل الجدول. بعد ما اختارها شو بعمل؟ بطرح كل قيم الجدول منها، فبصير عندي الجدول كالآتي. تمام، هينا حكينا 18 ناقص 7 ناقص 2 ناقص 10 ناقص 12 ناقص 13 الى اخره، وطلع معنا هاي القيم الجديدة. هلأ بكمل زي ما احنا متعودين، اللي هي اني يعني بختار لازم اكون في كل صف وكل عمود 0 1 على الاقل، فبختار اقل قيمة من كل صف بالاول. هون عنا فيه 0، هون عنا 5، هذا الصف 9 7، وبطرحهم. تمام، هلأ خلينا نتأكد انه كل عمود برضو فيه اصفار. لا، هذا العمود ما فيه، وهذا العمود كمان ما فيه، نيجي نطرح. بعد ما خلصنا عملية الطرح وتأكدنا انه كل صف وكل عمود فيه على الاقل 0، ببلش assignment صف صف، عمود عمود، بعدين برجع صفوف، بعدين برجع اعمده لحد ما اخلص كل الاصفار اللي عندي. عندي 0، هاي عندي 0، 0، هذا الصف 0، اي هذا الصف 0، بعدين بمشي اعمده، هي هذا العمود وهي هذا العمود، 1 2 3 4 5، وعندي انا هون 5 على 5، معناته وقف الحل. هلأ باجي بحكي ايش الفاينل اساينمنت. عندي ماشين 1، ماشين 2، ماشين 3، 4 و 5. عندي على ماشين 1 برودكت 4، خلينا نحط القيم تاعتهم، اللي هي 12، 2، 3، اللي هي 18، 3 1، 13، و 4 2، 8، واخر اشي اللي هي اخر اشي برضو product 5 11. بيطلع لنا التوتال efficiency rate قديش بيساوي؟ 12، 18، 13، 8، 11، ويساوي 62. هيك بنكون حلينا بالماكسيمايزيشن. اذا عنا اختلاف واحد، اللي هو اني قبل ما ابلش الخطوات المعتادة باجي بختار اعلى قيمة بكل الجدول، وبمسك رقم رقم وبحكي 18 ناقص 9، 18 ناقص 8، ناقص 6 إلى آخره، بمشي على كل أرقام بطرحهم منها، وبعدين بكمل عادي زي المينيمايزيشن. يعطيكم العافية.